اخواني قاعدة الدول مجلس التعاون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ان ارحب بكم في بلدكم الثاني دولة الامارات العربية المتحدة، متمنيا لاجتماعكم هذا التوفيق والنجاح. وبهذه المناسبة اتوجه بالشكر والتقدير لأخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على ما بذله من جهد وما أبداه من حكمة في رئاسته للدورة السابقة، كما أشكر معالي عبد الرحمن العطية على ما قام به من جهد مخلص أثناء تولي منصب الأمين العام للمجلس. ونرحب كذلك بمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمينا عاما جديدا للمجلس، متمنين له التوفيق في عمله. ونعلن بسم الله افتتاح الدور الأعمال القمة الخليجية 31. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.